اليوم غادي نطرق لواحد الموضوع اللي هو مهم ومهم جدا. هذا الموضوع عنده علاقه بالارباح ديال الكريبتو، سواء اللي درتيها حاليا في البير ماركت، سواء عن طريق المنصات او لا في الديفاي، او لا كيتعلق بالارباح المستقبليه اللي غادي ديرها ان شاء الله مني يطلع السوق. هذا الموضوع هذا خاص بجميع الاخوات والاخوان اللي قاطنين في العالم كامل، سواء كنتي قاطن في اوروبا، في امريكا، في شمال افريقيا، او لا في الدول العربيه، يعني في العالم كامل. الاغلبيه كيواجهوا بعض الصعوبات انهم يستنفعوا من الارباح ديالهم الطريقه اللي معروفه، وهي البير تو بير، او الطريقه ديال تحويل الارباح ديالك عن طريق المنصه ديريكت للبنك الخاص بك في البلد ديالك. هذه الطريقه هذه كاين بعض البلدان اللي كيواجهوا فيها الناس صعوبات. الطريقه اللي غادي نوريك اليوم وهي طريقه سهله اللي غادي تخليك انك تستنفع من واحد الجزء من هذه الارباح ديالك، يعني بواحد الطريقه مباشره، وكذلك بواحد الطريقه اللي كتحافظ على الخصوصيات ديالك. من بعد هذا الفاصل غادي نطرق ان شاء الله لهذا الموضوع. خوتي وخواتاتي، السلام عليكم، معكم يونس من كريبتو بالدارجة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وإن شاء الله بصحة جيدة. كيف ديما لابد أنني نشكر جميع الأخوات والإخوان، سواء كانوا قدام أو للي الله انضموا لنا في هذه الأيام الأخرى. نقول لكم شكرا بزاف على الدعم ديالكم، على الكلام الجميل اللي كتكتبوا لي في التعليق، هذا الشيء كيفرحني وكذلك كيشرفني. إذا كنتي أول مرة كتشوف هذا الفيديو هذا ولا كتشوفني، كنتمنى أن هذا المحتوى اللي غادي نقدم لك اليوم يعجبك وأنك تستمتع وكذلك تستفد منه. ولا كان هذا هو الحال، ما فيها بس انك تتابع القناه وتفعل كذلك الجرس باش ما تفوتش الفيديوهات المقبله ان شاء الله. اذا كان عندك شي سؤال او شي استفسار، الابواب ديالي دائما مفتوحه. الروابط ديال السوشيال ميديا ديالي، فيسبوك وكذلك الانستغرام، غتلقاهم تحت كل فيديو في خانه الوصف. كذلك الا كنتي حاب انك تنضم للقناه ديال كريبتو بالدارجه في التليجرام ديال الشات، الرابط الحقيقي ديال هذا الجروب هذا ديال التليجرام غتلقاه كذلك في خانه الوصف. وكيف ديما تنبغي نذكركم، الى عجبكم هذا المحتوى ديال اليوم ما تنساوش انكم تبارطاجيو مع جميع الاخوات والاخوان ديالكم، الاصدقاء الاحباب اللي هما كذلك في هذا المجال ديال الكريبتو، باش المنفعه تعم على كل شيء. وكذلك هذه الطريقه اللي غادي تعاونونا بها باش يوتيوب كذلك تنشر هذا الفيديو للناس الاخرين. وكيف ديما على بركة الله وبسم الله نبداو الموضوع ديال اليوم. الموضوع ديال اليوم كيتعلق بواحد السيت، واحد الويب سايت، اللي خصني نقول لكم من الاول انا ما عنديش واحد الشراكة مع هذا الويب سايت، انا ما دايرش ليهم واحد الاشهار وما عندي بهم حتى علاقة. هذه الطريقة هذه هي معروفة من شحال هذه يعني، وقلت واحد النهار قلت لابد خصني نهضر فيها، لان لاحظت كاينين بزاف ديال الاخوات والاخوان، سواء كانوا مغاربة، جزائريين، عربيين، وكذلك بعض الاخوات والاخوان اللي كذلك في الاتحاد الاوروبي او في امريكا وكندا، اللي كيكون عندهم بعض المشاكل في هذا الشيء ديال الارباح ديال الكريبتو. الطريقه اللي هي معروفه هي البير تو بير، يعني الا كنتي رابح مثلا واحد 5000 دولار وبغيتي تستنفع منها، يعني تحولها يعني الكونت ديالك، يعني البنك، يعني الحساب الشخصي ديالك، فلا بد اما تحولها عن طريق المنصه، ومن المنصه الى كانت عندهم هاد الطريقه انهم يحولوا الاموال ديالك ديريكت الكونت ديالك، يعني الحساب الشخصي، فهي مزيانه. ولكن كيف تعرفوا كاين بعض المشاكل في بعض الدول، يعني الاغلبيه كيستعمل غير البير تو بير. والبير تو بير فين باش تلقى مثلا واحد الشخص اللي غادي يبغي يشري 5000 دولار في دقه واحده. المهم هذه الطريقه اللي غادي نوريك اليوم هي طريقه سهله، يعني كتحافظ على الخصوصيه ديالك. الحاجه الوحيده اللي خصكم تعرفوها وهي الطريقه هذه من الاحسن تستعملوا فيها يعني الارباح ديالكم اللي درتوها مثلا في الديفاي. يعني الديفاي يعني تلحد الان حتى واحد ما شاف، يعني داك العين شافت لا قلب اوجع. المهم هذا غير واحد النصيحه. كذلك الارباح ديالكم ديال في المنصات، المهم كل واحد خصو يشوف الطريقه اللي يدير. هاد السيت هذا كيعطيك واحد الامتيازات، انك تقدر تشري بعض الجيفت كاردز. هاد الجيفت كاردز كاينين، يعني كاينين بزاف ديال لي سيت في الانترنت ديال هادشي ديال الجيفت كاردز. كذلك الباينانس راه عنده واحد لوبسيون ديال الجيفت كاردز، ولكن الاغلبيه ديال هاد المواقع ديال هاد الجيفت كاردز فهما مواقع كيهتموا بالسوق الامريكي، بالسوق الاوروبي. قليل فيهم اللي كيكون عندهم بعض المسائل اللي عندهم بلدان عربيه كذلك فيهم. هاد الموقع اللي بغيت نوريكم اليوم، اللي بغيت نشارك معكم اليوم، وهو هذا الموقع اللي هو بالنسبه لي هو رقم واحد في هذا المجال، لانه كاينين فيه كذلك
هذيك بزاف ديال البلدان العربية اللي يمكن الناس العرب اللي هما عندهم أرباح في الكريبتو أنهم يستنفعوا من هاد المسألة هذه. غادي نمشيو أول حاجة الموقع اللي غادي نوريه لكم. الموقع هو هذا هو بيت ريفيل. فكيف تشوفوا إلا جينا نشوفوا كاين هنا بزاف ديال لي زوبسيون، يعني بزاف ديال المحتوى اللي فيه اللي نقدروا نشريوه بالكريبتو كارنسي ديالنا. أنا باش نصغر لكم هذا المستوى هذا، أول حاجة أنا قاطن بألمانيا، أنا درت هنايا وورلد وايد، أنا غادي نمشيو نديرو مثلا جيرماني يعني باش تعرفوا كيفاش هاد القضية خدامة هادي. أنا غرينات جيرماني مثلا، واللغة نختار مثلا الألمانية وندير أوكي، وهنا غادي يعطي مثلا جميع يعني جميع المسائل ديال الشركات، يعني لي بوتيك يعني الشوبس، يعني أغلبية ديال المسائل اللي كاينين في ألمانيا اللي نقدر نشريهم نشري بهم هاد الجيفت كاردز. كاينين بزاف ديال الدول العربية، نمشيو مثلا بالمغرب مثلا موروكو، إلا درنا المغرب نديرو نخليو مع اللغة المغرب. فكيف تشوفوا كيعطيني هنا مثلا اورانج، انوي، بين، كاين بزاف ديال المسائل، تيليكوم، كاينين لي زوتيل، كاينين هنا دي سيت ديال 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 الفنادق، تقدر تبوكي مثلا ليله ليلتين، تقدر تبوكي عن طريق هذا السيت هذا مثلا شي اوتيل مغربي مثلا. فكاينين هنا بزاف ديال الشركات اللي تقدروا اللي في المغرب اللي تقدر تشريو الجيفت كارت ديالهم. كاين مثلا بلدان عربيه، مثلا نمشيو نشوفوا الجزائر، الجزائر مثلا، الجزائر كذلك الى جينا كليكيو كتلقاو مثلا كاينين كذلك اوريدو، كاين هاد يعني اوريدو، كاين ديزي، هذه شركه ديال الاتصالات، كاين بزاف ديال المسائل، كاينين بزاف كذلك ديال المسائل بالنسبه للاخوات والاخوان اللي قاطنين مثلا في سبليون اسبانيا، نديرو سبين، نديرو اوكي. فهنا تعطيك كذلك كاريفور ديال سبين، كيعطيك زارا ديال اسبانيا، كيعطيك H&M، سالاندو ديال اسبانيا، كاين بزاف ديال المسائل، كذلك ايكيا، كذلك الناس اللي قاطنين مثلا في كندا، نديرو هنا كندا، البلد ديال كندا، باش تشوفوا مثلا، حيت كاينين بزاف ديال الاخوات والاخوان اللي كيتابعونا اللي هما من جميع انواع ديال العالم. فكاين وول مارت، كاين امازون كندا، كاين انستاكارت، كاين بزاف ديال حسب انت الدوله اللي انت فيها، كاين مصر، كاين السعوديه، كاين يعني كاين الامارات، كاين بزاف، كاين جميع الدول ديال العالم كامل. انا غادي نعطيكم غير مثال ديال المانيا باش نوريكم. هاد السيت هذا كيعطيك الميزه انك تقدر تشري بالكريبتو، سواء الكريبتو اللي عندك انت في المنصه او الكريبتو اللي عندك انت في الواليت ديالك، تشري اي جيفت كارد ديال هاد الشركه هادي. طرق كاينين ثلاثه ديال الطرق، اما تشريها عن طريق يعني بلا ما تقول الهويه ديالك، الطريقه الثانيه انك تفتح واحد الكونت عندهم، يعني غير تحتاج غير الايميل، هادشي اللي كتحتاج دير كونت وتقدر تدخل وتشري كما بغيتي. والطريقه الثالثه الا بغيتي يعني تكبر من هذوك الديلي ليميتس ديالك، فلا بد خصك دير الكي واي سي، يعني عندك ثلاثه ديال الطرق. انا مقيد في هذا السيت هذا وما دايرش الكي واي سي، باش نكونوا واضحين. فانا غادي نمشي مثلا الكونت ديالي، فملي كتكليكي على الكونت ديالك فهنا كيعطيك مثلا الكونت ديالي هو هذا. مثلا انا درت واحد جوج ديال بورشيز، جوج ديال الصفقات هنايا، هنا تيقول لي شنو هما لي برودوي اللي شريت، هنا كذلك تيقول لي لي ليميتس، فحيت انا مقيد عندهم غير بالايميل يعني ما دايرش الكي واي سي، فيمكن ليا يعني نشري واحد الجيفت كارد ديال 5000 دولار في النهار او لا 10000 دولار في الشهر، هذا هو لي ليميت ديالي. كذلك الا بغيت نعمل مثلا هذوك لي شارج ديال التليفون، باش ندير لو ريشارج ديال التليفون، عندي في النهار 500 دولار في النهار او لا 2000 دولار في الشهر، باش نكونوا واضحين. غادي نرجع باش نوريكم كيفاش مثلا هاد السيت هذا كيفاش تقدروا تشريو منه شي حاجه. فانا راه ديجا شريت واحد، يعني الا جينا نشوفوا نرجعوا لي برودوي اللي شريت مثلا لي برودكتس، هادو هما ثلاثه ديال لي برودكت، انا شريت ثلاثه ديال الجيفت كارد ديال ايكيا غير باش نجرب وكذلك باش ندير هاد الفيديو. شريت الكارت، جوج ديال لي كارت الاولين شريتهم ب 25 دولار كل كارطه، يعني 25 اورو 25 اورو، واليوم شريت واحد لا كارت ديال 15 اورو يعني تقريبا، باش نجرب باش ندير السيت. انا راه درت شريت يعني في ايكايا اليوم، يعني مشيت وكيف تشوفوا، فهذه هي لا فاكتور كي تشوفوا. انا غادي نحيد الكاميرا باش تشوفوا مازال،
فكيف تشوفوا هادو ثلاثة ديال لي كارت اللي استعملتهم والباقي خلصتو بالباي بال. يعني لا كارت الاولى ديال 15 اورو هي هذه 15 كي تشوفوا عندها الرقم ديالها 5090. الا جينا نشوفوا 15 اورو اللي شريتها اليوم فكتنتهي ب 5090 5090. الرقم الكارت الثانيه 25 اورو كتنتهي ب 7557. الا جينا نشوفوا في الفاتوره غادي نلقاو 25 اورو لا كارت كتسالي ب 7557. لا كارت الثانيه كذلك 5027 كذلك هنايا 5027 25 اورو. باش تعرفوا علاش كنوريكم هذه المساله هذه باش تعرفوا بان هذا الاستعاده راه حقيقي يعني ماشي سكام وما فيهش يعني خدام 100%. غادي نوريكم حاليا الطريقه كيفاش تشريو منه شي كيفت كارت. فلنفرض مثلا غادي نبقى انا في المانيا غادي نمشي مثلا المهم نخليو الفرنسي نشوف مثلا بغيت ناخذ مثلا واحد الكيفت كارت ديال امازون فنختاروا مثلا ثمن بغيت ندير مثلا واحد الكيفت كارت ديال 50 اورو ديال امازون باش نشري كنديرها اجوتي او بانيي كنزيدها في السيت هنا كنمشي اوتوماتيكمون يعني نمشيو هنايا للسيت باش نفيناليزيو يعني الصفقه ديالنا. فكيف تشوفوا هنايا لا كارت جيفت كارت 50 اورو هنايا كيعطينا بزاف ديال الوسائل. انا غادي نعاود نسخر الكاميرا من هنايا باش تشوفوا داكشي مزيان. فكيف تشوفوا هنايا كيعطينا بزاف ديال الوسائل كيفاش نخلصوا هاد 50 اورو. هذا كاين عندك البيتكوين عندك اللايتنينغ الشبكه ديال اللايتنينغ ديال البيتكوين عندك كذلك بالايثيريوم عندك اليو اس دي سي هذا في الشبكه ديال الايثيريوم عندك كذلك التيتا يعني اليو اس دي تي في ترون شبكه ديال ترون عندك اليو اس دي تي كذلك في الشبكه ديال ترون لا هذا اليو اس دي تي عفوا هذا اليو اس دي تي في الشبكه ديال الايثيريوم هذا في الشبكه ديال ترون عندك الباينانس باي عندك اللايت كوين عندك الدوج كوين عندك الداش وكذلك الا كان عندك مثلا الرصيد هنايا في الكونت ديالك يمكن لك تستعمل كذلك هذا الرصيد. انا استعملت ولا خلصت بجوج ديال الطرق الاولى يعني لا كارت ديال 25 شريتها عن طريق الواليت ديالي الميتا ماسك وشريتها عن طريق الايثيريوم حيت انا كان عندي الايثيريوم فيها ولا كارت ديال اليوم اللي شريتها ب 15 اورو استعملت ديريكت شريت اليو اس دي تي وخليته في الباينانس وحولته يعني اليو اس دي تي واستعملت اليو اس دي تي ديال ترون يعني شبكه ترون يعني ملي كتكليكي مثلا على هنايا مثلا اختارينا الشبكه ديال ترون هنا كيعطيوك الادريس ديال الواليت يعني ديالهم باش تخلص كتكوبي هاد يعني كتكوبي هاد الادريس هذا ومشيت انا ديريكت لابليكاسيون ديال الباينانس ودرت سكرين ديال هاد الكو ار كود يعني اوتوماتيكمون صيفط لهم 50 اورو باليو اس دي تي في شبكه ديال ترون. تقدر تصيفط لهم 50 اورو ولا 50 دولار حسب نتايا الوسيله ديال الكريديت كارد يعني حسب العمله اللي انت اختاريتيها باش تخلصها. تقدر تستعمل كذلك الباينانس كاونت وكذلك تقدر تستعمل ميتا ماسك ولا تراست واليت اي واليت عندك اللي فيها يعني فيها الكريبتو اللي بغيتي تستنفع منهم. فخدمات كلشي داز زوين يعني غير داز ترانزاكسيون فتوصلت انايا بالايميل حيت انا داير عندهم الكونت. علاش خصكم ديروا كذلك الكونت؟ انا نصيحه مني باش نقول لكم علاش. حيت الا مشينا هنايا لي ليميت كنلقاو بان عندي انا 5000 دولار في النهار نقدر نخسرها يعني نشري بها شي حاجه 10000 دولار نقدر نستعمل يعني نخسرها في الشهر. هاد المونطو هادو كيبقى مثلا الا عندي 10000 دولار في الديفاي مثلا في الميتا ماسك يعني ما حتى واحد ما عارف بانني عندي 10000 دولار نقدر نستعملها بهذه الطريقه هادي ونستنفع منها يعني لا عين شافت لا قلب اوجع باش نكونوا واضحين. وكنظن بان هادشي راه واضح يعني وضوح الشمس. لاش نحولوا الكاميرا عاوتاني للبلاصه ديالها باش نرجعوا للبوزيسيون اللي حنا مولفين بها. فكيف تشوفوا هذا هو السيت اللي بغيت نقول لكم سيروا دخلوا حسب البلدان اللي نتوما فيها المغرب الجزائر تونس الا كنتو عايشين كذلك في بلجيكا في هولندا في فرنسا في الاسبان في ايطالي في كندا كاينين يعني نقولوا باش نكونوا واضحين البلدان ديال المغرب وديال العرب يعني خصوصا شمال افريقيا مثل المغرب والجزائر وتونس ما فيهمش بزاف ديال هاد الشركات ماشي بحال امازون وزيد وزيد ولكن راه كاينين كذلك دي سيت ويب يعني كاينين شي حوايج مثلا بحال ستيم كاينين شركات اللي هما انترناسيونال اللي تقدروا تشريو بهم هذه المساله هذه وتستنفعوا بهذا مثلا شري هذه لاكارت وتخلص مثلا ستيم الا كنتي كدير تستعمل ستيم كذلك الا كنتي كتستعمل اكس بوكس الا كنتي كتستعمل بزاف ديال المسائل كاينين كذلك دي سيت ديال السفر تقدر تشري مثلا تشري مثلا شي هوتيل تقدر تشري مثلا بشي شي طائره تقدر تشري مثلا شي سياره
عن طريق دي سيت اللي هما انترناسيونال، راه ماشي غير كل البلدان، راه كاينين بلدان كاين هنا الفوق كاين انترناسيونال كاين مونديال، وعاد كاينين الدول العربيه بمجال نشوفوا هنا الامارات، الا مشينا غير الامارات فالامارات غتلقاو فيها بزاف ديال الشركات، لان الامارات هي نقولوا في هذا الميدان ديال الاونلاين هما متطورين، يعني كاين بزاف ديال المسائل. المهم كل دوله والشركات اللي هما كاينين فيها، وهذا غير الا كنتي انت مثلا من المغرب، هذا ماشي يعنيش انك غير تقدر تشري غير لا ريشارج، فتقدر تشري مثلا تدخل hotel.com وتبوكي مثلا واحد السفريه، تقدر مثلا لهاد flight.com flight gift وتقدر تشري مثلا عندهم لاكارت وتمشي تشري مثلا واحد الفول الا كتبتي تسافر. المهم كاينين بزاف ديال لي زوبسيون، هاد الحاجه هذه كتبان ليا مهمه بزاف باش تعرفوها. اللي عنده شي ارباح راه ما يمكنش هذوك الارباح ديالك كاملين تستعملهم هنايا، راه ماشي راه ما يمكنش، ولكن غير واحد الجزء من هاد الارباح هادو تقدر تستنفع بهم بواحد الطريقه اللي هي نقولوا كتحافظ على الخصوصيه ديالك. داكشي علاش راحتي الا درتو الكونط عندكم، يعني درتو الكونط راه هو انونيم، تقدروا تستعملوا ايميل، يعني ماشي ضروري ايميل ديالكم. صحيح انا وكنظن بان 5000 دولار في النهار 10000 دولار في الشهر راه كافيه، نا الى زدنا قال داك الواحد ما يزيدش فيه. غادي نخلي لكم الرابط ديال هذا السيت هذا، رابط الاحاله ديال هذا السيت هذا غنخليه لكم في تحت هذا الفيديو في خانه الوصف بالنسبه للناس اللي بغاو يدعموا القناه، فهذاك رابط ديال الاحاله. نا الى ما كنتيش بغيتي تدعم لاشين، فالاسم ديال الاسم ديال هذا السيت هو بيت ريفيل. نا بيت ريفيل، كنتمنى ان هذا المساله هذه عجبتكم اليوم. الا كان عندكم شي اسئله طرحوها عليا سواء في التعاليق او تواصلوا معي على الخاص. الله يجزيكم بخير، ما تنسوش انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا مع الاخوات والاخوان والاصدقاء اللي هما كذلك في هذا الدومين ديال الكريبتو، حتى هما اكتيف باش حتى هما يعرفوا هذه المسائل. راه ماشي ضروري تستعمل غير البير تو بير، راه كاينين بعض الطرق منها غادي تنقص عليك شويه ديال الضرائب ومنها غادي تستنفع بهذه المساله هذه، يعني واخا تكون ساكن مثلا في اوروبا ولا في كندا ما عليناش. قولوا لي الاراء ديالكم، واش هاد السيت هذا عجبكم؟ اش كتظنوا فيه؟ واش غادي تستعملوه؟ واش بعزوز عليكم بحال هاد المواضيع نطرقوا لها ان شاء الله؟ ما عليناش، ما تنساوش انكم تدعمونا باللايك ديالكم، بالكلام الجميل، بالتعاليق، الاراء ديالكم، وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب. كنضرب لكم موعد في الموضوع اولا في الفيديو المقبل ان شاء الله. كنقول لكم السلام عليكم والله المعين.